السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ ان شاء الله بخير. ياكم سيد حسين عالم ابو التعلم على الايفون. قبل ان نبتدي لايك سبسكرايب كومنت شير. رجع لكم في سلسلتنا اللي هي استعراض منتجات جديدة، واليوم عندنا منتج خرافي بمعنى الكلمة وراح يفك عليكم ازمات بشكل كبير. خلينا نعرض المنتج. اولا المنتج هو تي بي لينك RE 450. هذا المنتج صراحة يعني منتج رهيب جدا. راح تسألني شنو هذا المنتج؟ هذا المنتج هو عبارة عن مقوي انترنت. طبعا يا شباب زلش إلي وش فارق هذا المقوي الانترنت؟ أنا بمثل لك، يعني مثلا أنت خلنا نقول عندك طابق اللي فيه الانترنت اللي هو الطابق السفلي، الانترنت فيه رسالة قوي وما يقطع، لكن في الطابق الثاني الانترنت يقطع وبطيء، فهذا بيحل عليك ازمات كبيره. طبعا سعر الجهاز متوسط لكن فائدته جدا كبيره. اسم الجهاز تي بي لينك من شركه تي بي لينك العريقه، نوعه AC1750 او RE450. مثل ما تشوفون هذا علبه الجهاز، صراحه علبه جميله. خلنا اول شيء شباب نفتح العلبه. شوف القرطاسة هذه، اوكي سوري. طبعا في كتالوج يا شباب ما تشوفون، في هذا الكتالوج اوكي، وهذا بعد اللي هو ثواني هذه القطعة. خلنا نفتحها نشيل هذا. مثل ما تشوفون يا شباب هذا هني كله ما في شيء اوكي. خلنا هذا نحطه على صورة ونجي للكارتون الأهم اللي أنا طبعاً حطيته بالمقلوب أوكي. هذا هو ما تشوفونه، وهذا الراوتر اللي هو راوتر التي بي لينك. هذا هو الراوتر. طبعاً هذا الراوتر رأساً في القابس كذي يركب، عرفتون؟ يعني ما تحتاج لأي شيء، سيدة كذي يركب أوكي. فعلي قرطاس يا شباب مثل ما تشوفون. خلونا نشيل القرطاس، سامحوني على الصوت يا شباب اذا كان يتباعد او هذا، لان بعد انا ما اقدر لا اصور شيء اوكي. طبعا هذا لين شنو؟ شوفوا هذا لا ترفع اريل، لا تعد هذا اريل بعد، وبعد لا تعد هذا اريل. هذا الجهاز مثل ما تشوفونه حجمه صغير. لحظه امسكه عليه، شوف ايقد حجمه ممتاز وصغير في نفس الوقت. ورأسا الكف قابس الكهرباء مثل ما تشوف. هذا الجهاز حبة التشغيل، وهذا مال 5G. والحين نجي لطريقة عمل هذا الجهاز. طبعا صراحة يعني جهاز رهيب معنى الكلمة. نجي لطريقة عمل هذا الجهاز، اترككم يلا. طبعا اول شيء شباب قبل كل شيء تحتاجون الى هذا التطبيق اللي هو تطبيق تيثر، او شنو اسمه خلني اقرا لكم اسمه، تيثر او شيء كذي يعني. هذا رابط التطبيق راح تلاقونه بالوصف، وايضا مكتوب على العلبه موجود باركود عشان لو انت راسا تبي تنزل مجرد انك تحط التلفون على كذي وتصور وبس. شباب بعد التنزيل تركب اللي هو الجهاز، وبعد التركيب برجع لكم اوكي. شباب بعد توصيله بالكهرباء راح يطلع لكم هذا الشكل، بعدين راح يوم وضعتكم زر الباور. اذا وقف هذا الزر عن الوميض عرفوا واستقر، عرفوا ان الجهاز صار في وضع انك تقدر تبرمجه، جاهز للبرمجه. اوكي شباب بعد ما اشتغل الجهاز مثل ما شفتون، اول شيء تتوجه الى الاعدادات واي فاي، تنتظر قليلا راح تشوف يطلع لك الاسم اللي هو تي بي لينك، وتضغط عليه عشان تكنك وياه. بقول لك شبكه غير امنه ما عليك منه، اهم شيء كنك وياه. والراوتر اتوقع راح يمض، انا حلنا مصوبه لان هناك المكان فيه ازعاج شوي بس ما عليه. بعد ما تشبكه ويطلع لك اللي هو الارسال. اوكي شباب بعد ما تفتحون البرنامج راح يطلع لكم الاسم مال الراوتر، تضغطون عليه تنتظرون قليلا راح يقول لكم هني يسوي كونكت، جاري البحث عن الشبكة الضعيف شنو والله ما نشوف
المضيء. اوكي شباب، بعد ما يطلع لك هذا الخيار تضغط على كلمة تخطي. راح يطلع لك الاسم مال الشبكة والباسورد، تضغط على كلمة التالي. راح يقول لك دخل معلومات الشبكة اللي تبوي اسمها. انا راح شنو اسوي؟ فيليب بوستو. راح اسمي الشبكة فيليب بوست مثل ما تشوفون، فيليب بوستو. والباسورد راح احطه نفسه، اسم الشبكة الموسعة الفايف جي انا ما راح استخدمها. بعدين يا شباب بعد ما خلصنا راح اضغط على كلمة تطبيق. اوكي، وراح يطلع لي شباب جاري تطبيق الاعدادات الخاصة بك. واذا خلص يا شباب على طول برجع لك. اوكي شباب، خلص التحميل، يقول لي اعثر على مكان مناسب، نضغط التالي. الحين يقول لي تحقق من ضوء الاي دي الخاص بالاشارة، انتظر حتى تطابق اشارة الاي دي احدى الصور ادناه، اذا لم تنل ذلك اقترب من الراوتر للحصول على اشارة قوية. اوكي شباب، خلنا نشوف الحين الاشارات. اي طلعت شباب في الجهاز. اوكي هذه طلعت على اليسار، نضغط على كلمة تم وننتظر قليلا. راح يقول لي اكنك على الراوتر، نضغط على 2.4G في البوست 2.4G. اوكي اسوي له توصيل، اضغط على كلمة توصيل واضغط على كلمة رابط، انتظر قليلا على ما تفتح. اوكي ما تشوفون. اوكي شباب الحين فتح، يقول لي الحين الشبكة الموسعة، الحين انا حاطنا على 2.4G وال5G. انا الحين راح اكنسل ال5G لان اذا كان نتك فعلا 5G خلي، لكن اذا كان نتك مو 5G وشغلت على ال5G راح عندك يقطع عندك تقطيع خرافي. فنشوفه، انا راح ابند ال5G واسوي له حفظ. وبعدين يا شباب في الجهاز راح يطلع لي الوميض او الاضاءة اللي على زر ال5G راح تختفي، فراح اروح اراويكم الحين على الجهاز. هاي شباب، طبعا مثل ما تشوفون هذا الراوتر ضوء ال5G مثل ما تشوفونه تسكر، صار ما عليه وميض. اوكي زين، الحين هذا الزر وش فايدته؟ هذا الزر اذا شفت هذا الراوتر يفصل، انت وش تسوي؟ مجرد انك تضرب عليه وراح يعيد تكنيكه ويرجع مضبوط. زين على اليسار بعد في ازرار مثل ما تشوفونها، حمراكم هذا الزر، هذا الزر، هذا تضربتون عليه راح ينطفي بس الضوء، يظل بدون ضوء. لو رديتون ضربتون عليه راح الضوء يشتغل. والزر اللي تحته ريستارت او باور اوف مكتوب عليه شنو مثل ما تشوفونه، باور باور مكتوب عليه، يعني اذا بتبنده او الشغل. فهذا الجهاز بسيط ما يبغى له يعني شيء، ما شاء الله انا غطى لي البيت كامل. وصلنا الختام. رابط الشراء الجهاز هذا من امازون ومن اي باي راح تلاقونه تحت في الديسكريبشن. وبس يا شباب.